أهل بيت النبي هم الذين هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة وأزواجه وأبنائه. آل بيت النبي هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة وأزواجه وأبنائه. هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة وأزواجه وأبنائه. آله الذين حرمت عليهم الصدقة وأزواجه وأبنائه. حكم موالاة من يخالف السنة ولم يستقم على الدين من أهل البيت لا تجوز. حكم موالاة من يخالف السنة ولم يستقم على الدين من أهل البيت لا تجوز. من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك الصحابي. من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك الصحابي. الصحابي هو الذي من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك الصحابي. تآمر اليهود على الإسلام واندس فيهم ماكر خبيث، تظاهر بالإسلام كذبا وزورا، أحدث فتنة بين الصحابة. هو عبد الله بن سبأ. تآمر اليهود على الإسلام، تآمر اليهود على الإسلام واندس فيهم ماكر خبيث، تظاهر بالإسلام كذبا وزورا، وأحدث فتنة بين الصحابة. هو عبد الله بن سبأ. عندما كانت هناك مشاكل بين اليهود والمسلمين اندس فيهم ماكر خبيث، تظاهر بالإسلام كذبا وزورا، وأحدث فتنة بين الصحابة. هو عبد الله بن سبأ. من مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من الفتنة الإمساك عن الكلام فيه. من مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من الفتنة الإمساك عن الكلام فيه. استحلال سب الصحابة كفر. استحلال سب الصحابة كفر. تنقسم الفتن إلى فتن شهوات وفتن شبهات، ومما يندرج تحت فتن الشبهات البدع. هناك فتن شهوات كالمال والنساء، وهناك شبهات تتعلق بالأهواء التي تؤدي إلى البدع. إذن الشبهات هي البدع، الشهوات هي المال مثلا، الشبهات التي تتعلق بالدين، الشبهات هي التي تتعلق بالدين كالبدع. من أسباب ظهور الفتن قبض العلماء. الرئاسة والولاية العامة لإقامة الدين وحفظه وسياسة الدنيا به وحمل الناس على ما يقتضيه الشرع بما يحقق مصالحهم هي الولاية العامة وحقوقها. الإمامة هي الرئاسة والولاية العامة والإقامة الدين وحفظه وسياسة الدنيا به وحمل الناس على ما يقتضيه الشرع هي الإمامة. الإمامة هي الرئاسة والولاية العامة. الإمامة. قال الرسول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. هذا الحديث دليل على وجوب بيعة الإمام. من رأى من ولي الأمر جورا وظلما فعليه أن يصبر عليه وينصحه. محبة المؤمنين ومناصرتهم والقرب منهم الولاء. بغض أعداء الله ومعاداتهم البراء. الولاء والبراء يتمثلون في قضية فلسطين مثلا. الولاء عندما نحب المؤمنين ونتمنى نصرهم فهنا نحن نمثل الولاء، وحينما نكره اليهود المغتصبين للأراضي نحن هنا نقول البراء. البراء هو الكره وبغض أعداء الله
ومحبة المؤمنين ومناصرتهم والقرب منهم هو الولاء. هو الولاء. من أسباب نهي الله تعالى عن موالاة الكفار أنها دليل على الرضا بما هم عليه من كفر، أنها دليل على الرضا بما هم عليه من كفر. الولاء للكفار في الباطن المقتضي المودة والمحبة والرضا بدينهم كفر. كفر. الولاء للكفار في الباطن المقتضي المودة والمحبة والرضا بدينهم كفر. أن يوالي المسلم الكافر في عقله الباطن أو في باطنه ويقتضي المودة والمحبة بدينهم والرضا بدينهم. الرضا بدين الكافر كفر. اضطر مسلم إلى إظهار موالاة الكفار خوفا على نفسه من التعذيب، لكن لم يواهم في قلبه أن فعله هذا جائز، أن فعله هذا جائز. إذا تعرض لإكراه المسلم فيجوز عليه أن يكفر فقط بالكلام. صور الولاء المحرم: تبادل الخبرات مع الكفار. من صور الولاء المحرم تبادل الخيرات مع الكفار. تبادل الخبرات مع الكفار. تبادل الخبرات مع الكفار. المعاملات التجارية تبادل الخبرات مع الكفار محرمة. الخبرات المعاملات التجارية وتبادل الخيرات أو الخبرات مع الكفار محرمة. الانتماء إلى المذاهب الأحادية مع الاعتقاد بأصولها المخالفة للإسلام كفر. واضحة يعني، الانتماء إلى المذاهب الأحادية مع الاعتقاد بأصولها المخالفة للإسلام كفر. البغض لكل ما يبغضه الله تعالى من الفساد والكفر والمعاصي. براء، مثل ما قلنا أن البراء المشروع، البراء هو البغض والولاء هو المحبة للمسلمين. فالبغض لكل ما يبغضه الله هو البراء المشروع. البراء المشروع. ما حكم تولية الكافر وزيرا؟ محرم. استخدام خبراء أجانب للاستفادة من خبراتهم مصنع بناه مسلم في مصنع بناه مسلم جائز. جائز. الاستعانة بالكفار المأمونين في قتال الأعداء جائز عند الضرورة. جائز عند الضرورة. المعاهدون على إقرارهم على دينهم وفي إقامتهم وإقامتهم في بلاد المسلمين تحت حماية الدولة الإسلامية أهل الذمة. إعادة الاستعانة بالكفار المؤمنين في القتال الأعداء جائز عند الضرورة. جائز عند الضرورة. المعاهدون على إقرارهم على دينهم وإقامتهم في بلاد المسلمين تحت حماية الدولة الإسلامية هم أهل الذمة. هم أهل الذمة. هم المعاهدون في إقرارهم على دينهم وإقامتهم في بلاد المسلمين. هم الذين يقيمون في بلاد المسلمين أهل الذمة. من أمرنا بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية هم المحاربون. المحاربون أمرنا بقتالهم حتى يسلموا أو يعطونا الجزية أو يعطوا الجزية. تقليد الكفار في تحكيم القوانين الوضعية محرم. تحكيم أو تقليد الكفار في تحكيم القوانين الوضعية محرم. من آثار التشبه بالكافرين إذابة شخصية المسلم. إذابة شخصية المسلم. كل محدثة بالدين بدعة. كل محدثة بالدين بدعة. من البدع في العبادات والاعتقادات ما هو كفر صريح مثل البناء على القبور. مثل البناء على القبور. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة عملية. بدعة عملية. من أسباب ظهور البدع. من أسباب ظهور البدع الجهل بأحكام الدين. الجهل بأحكام الدين جعل البدع تظهر. لظهور البدع وانتشارها مفاسد كثيرة يترتب عليها محظورات، منها جميع ما سبق: القدح في الشريعة، توجيب تفريق الأمة، والقدح في المسلمين الأولين. لظهور البدع أو مفاسد ظهور البدع، القدح في الشريعة، توجب تفرق الأمة، والقدح في المسلمين الأولين. كلها صحيحة. استخدام السلف في الرد على المبتدعة
المنهج المبني على الكتاب والسنة، استخدام السلف في الرد على المبتدعة، المنهج المبني على الكتاب والسنة. شخص يتبرك بقبر النبي اعتقادا من أن القبر يمنح البركة، إن فعله هذا شرك، إن فعله هذا شرك، إن فعله هذا شرك.